كل الوسائل أصبحت مباحة لوضع حد للعنف الأسري ضد النساء، خصوصا في ظل تلكؤ البرلمان في بت هذا الموضوع. ولأن الفن أنجح هذه الوسائل وأكثرها تعبيرا وتأثيرا، حملت الـMTV لواء هذه القضية وساهمت في إنتاج فيديو كليب بمشاركة النائب ستريدا جعجع التي ساهمت في هذا العمل إيمانا منها بأهمية الرسالة المبتغاة منه. هل يعقل أنه بعد في نساء معنفين من أقرب الناس لألون؟ اعتبرت أنا هالرسالة وهالصوت كيف بدي وصله؟ إذا من خلال غنية أو من خلال فيديو كليب أو من خلال جلسة مع أحد زملائنا النواب نجرب نقرب وجهات النظر، أو بمشروع تصويت عليه بمشروع قانون بمجلس النواب، أي شيء ممكن نقدم هالقضية لقدام، قلت أنا أنه بتستاهل، لأن بالنتيجة مثل ما قلت أنه قضية سامية وقضية بالنهاية نعنى بها كلنا كنساء. ما عادت قصة مقبولة بالقوة تتحكم فيها، شي مش مقبول. مين قال عنها ضعيفة؟ مين قال؟ الكليب الذي جاء بتوقيع المخرج جوزيف طويل وكلمات طوني أبي كرم وغناء الفنان بلال الريس يترجم العمل الدؤوب الذي قامت به النائب جعجع لتسهيل ولادة قانون الحد من العنف الأسري ضد المرأة، والذي يشكل قناعة لا تتزحزح عند جعجع وكتلة القوات اللبنانية. القوات اللبنانية هو الحزب، أنا بقول، اللي انوجدت فيه المرأة كمرأة بكل الميادين. وقت الحرب كانت موجودة، وقت السلم كانت موجودة. ما بيجوز بال2012 انه يكون في بعض نساء معنفات، ما بيجوز بال2012 انه تكون المرأة موجودة بس تنستفيد منها تنوصل، وبس نوصل منحطها على جنب. من هون بتشوف انه تكتل القوات اللبنانية، وبالتحديد سمير جعجع، معني بهذا الموضوع، معني انه نحميها، معني انه نوجدها شريكة أساسية بجانب الرجل بالزمن اللي عم نعيش فيه. احضنها بحنان وحبه، قربة خليك بقربة. نشاط النائب جعجع لا يتوقف عند هذا الحد، ومن المتوقع أن تلتقي قريبا مع النائبين إلي كيروز وشان جينجينيا النائب محمد الحوت، ووفدا من الجماعة الإسلامية للبحث في إمكانية الوصول إلى نقاط مشتركة تساهم في إبصار القانون المفترض للنور.